طالب اتحاد معلمي اقليم كردستان الحكومه في بغداد بصرف رواتب المعلمين وفقا لقرار المحكمه الاتحاديه العراقيه. جاء هذا في بيان للاتحاد تزامنا مع الاحتفال بيوم المعلم العالمي في الخامس من تشرين الاول ويوم معلمي كردستان في السادس من شهر تشرين الاول. واكد الاتحاد في بيانه على ضروره معالجه الاعباء الجسديه والنفسيه التي تعرض لها المعلمون خلال السنوات الماضيه. وفي نفس السياق دعا الاتحاد الى البدء في توزيع الاراضي او تنفيذ مشاريع اسكان لصالح المعلمين ويعاني قطاع التعليم في اقليم كردستان من تحديات كبيره خصوصا فيما يتعلق بتاخر الرواتب والمستحقات الماليه للمعلمين وهي مشكله مستمره منذ سنوات